بولس الرسول كان شعاره في الحياة الآية الرائعة اللي قالها في الرسالة لغلاطيا، يقول مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا، فما أحياه الآن في الجسد فإنما أحياه في الإيمان، إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. إذا كان الاختبار اللي قاله بولس الرسول ده هو اختبار كل إنسان مسيحي شعر ربنا عمل إيه من أجله، فبقى موقفه الشعار الرائع اللي قاله بولس أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. وهي دي ملخص الكرازة كلها، إن الناس لما تبص لي تلاقي فيا مين؟ المسيح. مين هو الإنسان الروحي؟ هذا الإنسان الروحي هو اللي بيروح الكنيسة كتير، هو الإنسان اللي بيخدم، هو الإنسان اللي بيصوم شوية أصوام أو بيصلي شوية صلوات. مش ده الإنسان الروحي، ده ممكن نسميه الإنسان المتدين. لكن الإنسان الروحي اللي الناس تشوف فيه المسيح، ودي مش ممكن تتم إلا إذا تحول الإنسان في الحياة إلى هذا الشعار أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. عشان كده لما كلنا اتولدنا في المعمودية سموا كل واحد فينا مسيحي. مسيحي يعني مسيح، مسيح يعيش بين الناس على الأرض. ولازم الإنسان يفهم فما أحياه الآن في الجسد، يعني إذا كان لي حياة جسدية على الأرض فالجسد اللي أنا عايش بيه ده على الأرض بيلخص قصة رائعة، يقول كده قصة الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. فما أحياه الآن حياة الإيمان، إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. عشان كده بولس الرسول بيقول الإنسان اللي ده إن فعلا ربنا حبه وعاش علشانه، الإنسان ده ما يقدرش إلا إنه يعيش علشان ربنا، مش هيعيش لأي حاجة تانية إلا علشان ربنا. فبيقول كده في آية تانية لكي يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم بل للذي مات من أجلهم وقام. لكن تعالوا نشوف الناس في الدنيا دي كل واحد فينا بيبقى له شعار في الحياة. بولس قال أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا، لكن في ناس تانية تقول حاجة تانية خالص، أحيا المسيح وأنا ماشي. ممكن المسيح يبقى هو المتقدم في الحياة وهو اللي ظاهر، أحط المسيح الأول، بس أنا ما زالت إيه؟ موجودة. بولس الرسول قال أحيا لا أنا بل المسيح، دي القمة بتاعت الأرض. في ناس أقل منهم تقول ماشي، إحنا ممكن المسيح يبقى نمرة واحد بس إحنا نمرة اتنين، مفيش مانع برضك أشوف نفسي، أنا لسه موجودة، أنا دي ما إيه؟ ما اتلغتش. بولس لغى كلمة الأنا، لكن في ناس أقل تقول المسيح هو نمرة واحد لكن أنا نمرة اتنين، بس أنا ما زلت موجود. في درجة أقل من كده تقول إيه؟ أحيا أنا والمسيح، بس مين نمرة واحد؟ أنا. شغلي، مزاجي،
راحتي ارتباطاتي وما فيش مانع اشوف المسيح. واعتقد احنا اغلبنا يقع في النمره 2 ونمره 3، اغلبنا بيبقى في الحته دي، في اللي يقول المسيح وانا، وفي اللي بيقول انا ومين والمسيح. لكن في ناس شعارها في الحياه تقول احيا انا لا المسيح. دول نمره 4. زي مين؟ هيرودس. هيرودس سمع ان المسيح اتولد وعرف مكان ميلاده، فكان شعار هيرودس ايه؟ احيا انا لا المسيح، فقرر انه يموت المسيح. ففي ناس عايشه من اجل ذاتها، والمسيح ده ملوش اي جزء خالص من حياتها. بالعكس، ده اي حاجه تخص المسيح تشيلها، تدوس على المسيح. في نوع خامس من الناس يبقى شعاره في الحياه احيا لا المسيح ولا انا. زي مين؟ مين عمل كده؟ راح مسك المسيح موته. يا يهوذا الاسخريوطي مسك المسيح سلمه للموت. فلما المسيح مات راح عمل ايه؟ مضى وشمر نفسه، لان ما لقاش معنى لوجوده، ما لقاش معنى لحياته، فراح مخلص على نفسه، لان المسيح هو الحياه. واذا المسيح ما كانش موجود فحياتي دي ما لهاش ايه؟ لازمه. في النوع الاخير من الناس تقول احيا العكس بقى، لا انا ولا المسيح. يعني انسان رافض نفسه، مش طايق نفسه. تسمعوا التعبير ده دلوقتي بقى كتير موجود في الحياه، انسان مش قابل نفسه، مش متصالح مع نفسه، حاسس ان هو مظلوم باستمرار. ليه ربنا خلقني بالمنظر ده؟ ليه ربنا حطني في المكان ده؟ ليه؟ فمش راضي، مش قابل نفسه، متخانق مع نفسه، فبينهي حياته. واذا كان رافض نفسه فبالتالي هيرفض اللي اوجد النفس اللي هو المسيح. ودول الناس الكتيره اللي بتنتحر وبتنهي حياتها لانها مش قابله حياتها، مش قابلة ظروفها. فبالتالي بنشوف ان الكنيسة ما بتصليش على الناس دول. العالم كله هيبقى واحد من الستة دول. السؤال المهم اللي الانسان بيسأل نفسه فيه ويراجع عليه، انا انهي واحد في دول؟ اقدر اقول مع بولس احيا لا انا بل المسيح يحيا فيا. الذات بتاعتي دي انا شطبتها خالص وبأذكر المسيح في كل شيء، ولا انا بقول احيا المسيح وانا؟ انا ما زلت حاطط المسيح في المقدمه، بس الانا ما زالت موجوده، ما زالت عايشه. ولا احيا انا في الاول ونتبقى حاجه ممكن نديها للمسيح، انا والمسيح. ولا انا زي هيرودس احيا انا لا المسيح، كل حاجه ليا مفيش حاجه للمسيح. ولا انا عملت زي يهوذا احيا لا المسيح ولا انا. ولا انا زي الانسان اللي مش قادر حياته، مش قادر يشكر، مش قادر يفرح بالحياه، مش لاقي معنى لوجوده، فيقول احيا لا انا ولا المسيح. الدنيا خربانة والدنيا بايظة خالص. لكن لأن بولس قال هذا الشعار الرائع أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا، بولس ده صار الكارز العظيم اللي بشر كل الأمم وفتح باب الإيمان لكل الناس.
قبل ما نخش في اعماق بولس وخدمته وكراسته ونتعلم منها، تعالوا نشوف مين اول واحد كرز بالمسيح القائم. تفتكروا مين اول شخصيه كرزت بالمسيح القائم؟ المسيح القائم، لان المعمدان ده كان قبل صليب المسيح. شوفوا كده، مريم المجدليه كانت اول من كرز بالمسيح القائم، كانت اول كارزه. طب اشمعنى مريم؟ كل هيقول لي ان مريم كانت بتحب المسيح. طب ما يوحنا كان بيحب المسيح، ليه يوحنا ما كانش اول واحد؟ ليه ما كانش بطرس؟ حقيقه لما بنعرف انجيل معلمنا يوحنا اصحاح 20، مريم المجدليه دي كان عندها نوع عجيب جدا من الحب. بسبب هذا النوع من الحب هي استحقت انها تكون اول كارثه. شوفوا المسيح راح قال لها ايه؟ لكن اذهبي قولي لاخوتي، لكن اذهبي وقولي لاخوتي. المسيح بعتها تبشر الاخوه بتوعه. فجاءت مريم المجدليه واخبرت التلاميذ انها رات الرب وانه قال لها هذا. في حاجه مهمه ناخد بالنا منها، ان عشان الانسان يكرز لازم يكون ايه؟ شاف ربنا، لازم يكون اختبر ربنا. قبل ما تبشر مريم المجدليه بقيامه الرب كانت لازم تشوفه، ولما شافته راحت قالت الرساله. عشان كده الكارث هو اللي بيروح يقول المسيح قال له ايه، المسيح وصاه على ايه. وكانت العباره اللي قالتها مريم المجدليه للتلاميذ، المسيح بيقول لكم اذهبوا الى الجليل هناك ترونوا. اشمعنى الجليل؟ ما ينفعش نشوفك في اورشليم. ليه الجليل؟ اصل الجليل ده بيمثل الذكريات الاولى، المكان الاول اللي اتقابل فيه شخص المسيح مع معظم التلاميذ، اختبارات المعجزات واختبارات الحب واختبارات اللقاء. كان المسيح عايز يقول للناس ارجعوا للمحبه الاولى. فاكرين ملاك كنيسه افسس بيقول له عندي عليك انك تركت محبتك الاولى. احنا عايزين نكرز للناس ونقول لهم ارجعوا للمحبه الاولى اللي بينكم وبين ربنا. روحوا للخليقة الأولى اللي اتخلقته عليها. الإنسان الأول اللي قبل السقوط، المسيح بيناديكم بيقول لكم تعالوا اتمتعوا زي ما أنا أوجدتكم، زي ما أنا خلقتكم، تعالوا للحياة الأولى. فمريم المجدلية بقت أول كارزة لأنها شافت المسيح ولأنها راحت أخبرت التلاميذ، رأت الرب نمرة واحد وأنه قال لها هذا، وراحت وصلت للمسيح قالهولها، وكان اللي قالهولها المسيح قولي للتلاميذ إن هم يروحوا إلى الجليل، يرجعوا للمحبة الأولى. لكن ليه كانت مريم أول كارزة؟ لأن مريم دي كانت مليانة بحب عجيب جدا تجاه السيد المسيح. ترجعوا تقروا إنجيل معلمنا يوحنا إصحاح 20، يقول إن مريم المجدلية خرجت باكرا والظلام باقي، وراحت الأرض
ما لقتش الجسد، فرجعت بسرعه واخبرت بطرس ويوحنا. فجري بطرس والتلميذ الاخر ودخلوا لقوا ان القبر فاضي والاكفان موضوعه. بعدين مريم ما رجعتش، فضلت واقفه في البستان، شافت منظر ملائكه، قالوا لها بتبكي ليه؟ قالت لهم اخذوا سيدي من القبر ولست اعلم اين وضعوه. بعدين التفتت لقت المسيح فافتكرته في البستان، قالت له اخذوا سيدي، ان كنت انت اخذته فقل لي اين وضعته وانا اخذه. فالمسيح قال لها يا مريم، فلما سمعت اسمها عرفت ان ده المسيح، وراح قال لها روحي قولي الرساله. ايه مواصفات الحب اللي يخلي الانسان كارز للمسيح؟ او ايه مواصفات حب مريم ده اللي خلاها تبقى اول واحد تكرز بقيامه المسيح؟ اصل مش كل اللي بيحب بيحب، يعني كلنا بنقول انا بحب ربنا، مين ما بيحبش ربنا؟ كل الناس بتحب ربنا، بس الحب ده لازم يبقى له علامات عشان يبقى حب حقيقي، علشان يغير الانسان ويخليه يشهد للمحبوب. اول صفه للحب ده هو حب يعمل ايه؟ يبكر. الانجيل يقول خرجت باكرا والظلام باقي. حب يبكر يدور على ربنا. حتى يعني لما قال كده في الجامعه اذكر خالقك انت في ايام شبابك، مش بعد ما الدنيا تخرب قبل ان تاتي السنين التي تقول فيها ليس لي تنعم، يعني مش مستطعم الحياه. لكن حب ربنا بدري، وهو قال كده الذين يبكرون الي يجدونني. الانسان اللي بيدور على ربنا من بدري، الانسان اللي بيحط ربنا نمره واحد في حياته، هو ده اللي يقدر يكرس بالمسيح. يا ترى ربنا نمره كام في حياتي؟ اخشى اقول ان انا بعد ما بخلص الشغل وبخلص المجاملات والاكل والشرب والفسحه، وان انا اعزي وان انا ابارك في الافراح وان انا ازور، اهو ان اتبقى له حاجه نبقى نديله نفتكره بكلمتين، نبقى نفتح انجيلنا. الحب ده ما يقدرش يبشر بالمسيح، الحب ده ما يقدرش يكرس بالمسيح، لكن الحب اللي يكرس بالمسيح هو الحب اللي يبدر بدري، اللي يحط ربنا نمرة واحد. تاني صفة للحب بتاع مريم دي كان حبها حب يبحث باجتهاد ومثابرة. راحت القبر لقت القبر فاضي، رجعت بسرعة وجريت لبطرس ويوحنا، جابت بطرس ويوحنا. بطرس ويوحنا ما عرفوش يعملوا حاجة، كان ممكن تقول ما انا عملت اللي عليا ومش لاقيها، خلاص بقى لما يبقى يجي لو هو عايزني يجيني. لكن هي عملت كده، فضلت تعمل ايه؟ تدور عليه باجتهاد بمثابره، مش عايزه تسيب المكان. احنا بنيأس بسرعه، وانت طب انا صليت مره، لكن النفس اللي عندها نوع من المثابرة ونوع من الجهاد انها تظل تبحث عليه لحد ما تلاقيه، زي عروس النشيد طلبت من تحب نفسي طلبته فما وجدته. خرجت في الاسواق وفي الشوارع وسألت الحرس الطائف، قعدت تدور عليه لحد ما لقيته، ولما لقيته امسكته ولم ترخيه، ما صدقت لقيته فمسكت فيه. فالحب اللي يبحث
باجتهاد. الحب اللي يثابر اللي ما بيئس هو اللي يقدر يكرز بالمسيح. لكن الانسان المتكاسل سنة انا عملت اللي عليا هو يعني لازم اعمل ايه، ما يقدرش يشهد للمسيح. كان حب مريم المجدلية حب رائع لانه ما كانش يقيم وزن للخطر والصعوبات والمخاوف اللي في السكة. ما عدتش تفكر دي واحدة ست طلع والدنيا ضلمة، ما خفتيش يا مريم والدنيا ضلمة، وبعدين انت رايحة فين؟ دي رايحة مدافن، يعني على حسب تفكير الشرقيات مش خايفة يطلع لك عفريت، دي رايحة مقابر والدنيا ضلمة، وبعدين في حرس على ابواب المدينه وفي حرس على القبر، والقبر كمان ايه مختوم بختم السلطات الرومانيه، مش خايفه تتعرضي للخطر يضايقوك الحراس يمنعوك؟ مريم المجدليه ما عادتش تحسب هي هتقابل مين وهتلاقي ايه، هي خرجت تدور على اللي بتحبه. فالحب اللي ما يقعدش يحسب هيتكلف قد ايه، لو كانت قعدت فكرت وحسبت التكلفه هطلع الدنيا ضلمه، استنى لما النور ينور، طب هلاقي فيه حراس، طب ما اجيب اتنين تلاته من التلاميذ يسندوني، ما كانتش اتحركت من مكانها. لكن الحب اللي ما يقيمش وزن للخطوره او التكلفه او الصعوبات أو المخاوف اللي ممكن تقابله هو ده الحب اللي يقدر يكون كارث بالمسيح. برضك كان الحب بتاعها صفة دي حلوة إنه لا ينشغل إلا بمن يحب. يعني تخيلوا معايا المنظر، مريم المجدلية دخلت القبر فلقت إيه؟ اتنين ملائكة قاعدين، الله ده منظرهم حلو ولابسين ثياب بيض، يعني انا شخصيا لو دخلت القبر ولقيت هذا المنظر حاجة من الاتنين هعمل ايه؟ يا اما هخاف واجري، لا اما هقعد اقول ايه الله ده منظر ايه حلو، شايفين الملائكة منظر رائع اقعد اتفرج ابص. لكن هي عملت كده؟ لا هي خافت ولا انشغلت بمنظر الملائكة، لكن فكرها على طول مشغول بمين؟ باللي بتحبه. أخذوا سيدي من القبر ولست أعلم أين وضعوه. حب ما ينشغلش فعلا إلا باللي بيحبه. مفيش أي حاجة تشده وتجذبه بعيد عن اللي بتدور عليه. ده مثلا لو في معاد اجتماع او قداس وفي ماتش كوره في نفس الوقت، السهل جدا ان ماتش الكوره يعمل ايه؟ يشغلني عن المسيح. ولا في حفله ولا مسرحيه ولا حاجه الواحد بيحب يتفرج عليها، ولا حد جه قال له تعالى سيبك من الكنيسه تعالى نخرج النهارده نتفسح نروح الحته دي، السهل قوي ان حد فينا ينجذب بعيد عن ربنا باي مشغوليه ونتحجج. ما احنا لازم نعمل، ما عندناش وقت غير وقت بتاع الكنيسه غير وقت ربنا، لازم الواحد يتصرف. واحنا هنعيش لربنا يعني؟ ده انسان ما يقدرش يكون كارث. لكن هي كانت كارثة لأنها انشغلت بمن تحب فقط، فما فيش أي منظر قدر يجذبها بعيد عن اللي بتحبه. صفة أيضا لحب مريم المجدلية ده تطلب المحبوب مهما كانت الحالة بتاعته. ده لو الواحد بس بيفكر في الكلمه اللي قالتها مريم للمسيح لما ظنته انه البستاني، قالت له ان كنت انت قد حملته
فقل لي أين وضعته وأنا آخذه. أنت فاهمة يعني إيه اللي أنت بتقوليه يا مريم المجدلية؟ تاخديه إزاي؟ أنت تقدري تشيلي راجل؟ هتاخديه توديه فين؟ مش هتقرفي؟ ده بقاله كذا ساعة، ده المفروض الجسم بتاعه اتحلل. عايزة إيه؟ عايزة جسد ميت تعملي بيه إيه؟ لكن تقول أيا كانت الحالة اللي هو فيها أنا عايزاه. أيا كانت الحالة اللي هو فيها، إن كانت آلام، ضيقات، إن كان أي شيء، أنا عايزاه زي ما هو. إيه الحب العظيم ده اللي يطلب اللي هي بتحبه أيا كانت حالته؟ إحنا باستمرار عايزين المسيح المنتصر، المسيح المعجزات، المسيح الملك، المسيح اللي بيؤمر فيكون. لكن مين بيدور على المسيح المتألم، المسيح المائل، المسيح المتضايق، المسيح المذلول؟ محدش فينا يدور على ده أبدا. لكن احنا عايزين المسيح اللي بيحقق الطلبات، اللي بيحقق الأماني، اللي بيعمل معجزات، لأن هو مسيح واحد، المسيح المصلوب القائم. عايزين ناخد القيامة من غير الصليب، عايزين المسيح اللي بيشفع، لكن مش عايزين المسيح اللي بيملك ويتسلط. عايزين حتة من المسيح، جزء من المسيح اللي يجي على مزاجنا. لكن مريم عايزاه أيا كانت الحالة اللي هو فيها. حب يعرف يميز نداء الحبيب. هي عرفته لما نداها باسمها يا مريم، فالتفتت وقالت له رابوني، لأن يقول كده خرافي أدعوها بأسمائها فايه هتعرف. كانت اتعودت إنها تسمع صوته، عشان كده ميزت صوته، صوته اللي لما كان يجي ينده عليها النظر عرفاها. الإنسان اللي اتعود إنه يقعد مع المسيح ويسمع صوت المسيح ونغمات صوت المسيح، هو اللي يقدر يتعرف عليه، هو يقدر يحكي عنه. عشان كده كان في حبها حب رائع يحدث الآخرين عن المحبوب، فطلعت تجري وتقول للناس أنها رأت الرب وأنه قال لها هذا. حب الرائع ده هو اللي احنا محتاجينه علشان ان احنا نقدر نكرز بالمسيح. حب يبكر، حط المسيح نمرة واحد. حب يبحث باجتهاد وبمثابرة. حب لا يقيم وزن للخطر وللصعوبات وللمخاوف. حب لا ينشغل إلا بالمحبوب. حب يطلب الحبيب أيا كانت حالته. حب بتدرب على سماع صوت الحبيب. حب يحدث الآخرين عن من يحب. كانت مريم المجدلية هي أول كارزة تكرز لأنها حبت. وعلى قد ما أنا بكون العلاقة والعشرة مع ربنا، وعلى فكرة مسيحيتنا كلها حتى في العهد القديم حتى في العهد الجديد، الحياة الروحية كلها تتلخص في كلمة واحدة، هي كلمة الحب. تحب الرب إلهك من كل قلبك، كل نفسك، من كل قدرتك، وقريبك إيه؟ مثل نفسك. وهي إياها في العهد الجديد، هي الحب. فالإنسان اللي اتعلم وفعلا بيحب، زي ما بيقول كده، لا نحب لا باللسان ولا بالكلام بل بالعمل والحق، هو الإنسان اللي يبقى كارز.
كل إنسان مسيحي لابد أن يحيا في الحب، لأن مسيحيتنا هي الحب. كانت الوصية اللي أنتوا عارفينها، وما هيش بس مجرد وصية، اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها، لأن كل إنسان مسيحي، خدوا بالكم المسيح ما قالش إذا كان ليكم مزاج، أو يعني اللي يحب، أو يعني لا، ده هنا فعل إيه؟ أمر. لأن هي دي المسيحية، لو ما عملناش كده يبقى إحنا مش مسيحيين. لأن الإنسان المسيحي هو الذي يخبر الآخرين عن مسيحه الذي أحبه. الإنسان المسيحي هو الإنسان اللي بيحمل الكرازة بفرح لكل الخليقة، لأنه بيقدم حب لكل إنسان. عشان كده كل إنسان منا هو خادم، هو كارس. كل مسيحي لابد أن يكون كارس، كل مسيحي لابد أن يكون خادم يحمل الحب للآخرين، وإذا ما عملش كده يبقى ما هواش إنسان مسيحي. إذا كان الحب هو محور حياتنا، هيبقى الإنسان المسيحي حياته عبارة عن كرازة تحمل أخبار مفرحة، لأن الحب يفرح الناس كلها. فحياة الإنسان المسيحي تبقى كرازة لأنه بيقدم محبة للكل. في فرق كبير بين واحد يدخل مكان فالناس كلها تفرح بوجوده لأنه بيفيد حب على الآخرين، وبين واحد تاني يخش المكان ينكد على كل اللي في المكان لأنه إنسان إيه؟ أناني. فرق كبير بين الاثنين. واحد يدخل يعمل مشاكل معك، يعني زي ما بيقول يجر شكل كل حاجة حتى الحيطة، وبين واحد تاني يخش يفرح كل اللي في المكان لأن حياته كرازة، حديثه بشارة، بشارة للآخرين. افرحوا بالرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. وكلماته كل كلمة هتطلع منه هتكون شهادة لشخص المسيح. إذا كل إنسان مسيحي لابد أن يكون خادم. والخدمة فيها حاجتين، في هدف وفي دافع. الهدف دي الحاجة اللي أنا عايز أوصل لها اللي بيشدني، والدافع دي الحاجة اللي إيه؟ بتزقني عشان أوصل للدافع. طب هدف كل إنسان مسيحي إيه؟ إنه يوصل للمسيح ويوصل اللي معاه. ده الهدف بتاع كل إنسان مسيحي، إنه يوصل للمسيح ويوصل اللي معاه. طب والدافع اللي بيزق الإنسان المسيحي باستمرار هو الحب. حب للمسيح وحب للآخرين. فاللي يزقني حب. فمش هقدر أكرز إلا إذا كان جوايا حب يزقني. وإلا إذا كان قدامي الهدف واضح إن أنا عايز أوصل للمسيح وأوصل الناس اللي معايا للمسيح. عشان كده لازم بقى نصفي كلمة مسيحي. في مسيحي اسمي لأنه يحمل في البطاقة الديانة إن هو مسيحي، لكن هو لا، ليس له أي علاقة بالمسيح. وفي مسيحي شكلي. إيه المسيحي الشكلي ده؟ المتدين اللي بيروح الكنيسة، اللي ممكن يصوم الصيام الكبير، اللي ممكن يصلي يوم الحد، اللي ممكن يحط قرشين في الطبق. ده مسيحي شكلي، متدين
شكل لكن ملوش علاقة شخصية بمين؟ بالمسيح. وفي المسيحي المؤمن الكارز، المؤمن يعني اللي عايش مصدق ودايق اختبار حضور المسيح في حياته، اللي شايفين المسيح فيه، فهو دايق المسيح، مختبر المسيح في علاقة شخصية مع المسيح، ويكرز بهذه العلاقة للآخرين. ففي ثلاث أنواع من المسيحيين دلوقتي، في المسيح الاسمي، في المسيح الشكلي هو بيجي الكنيسة وليه بعض الخدمات لكن ملوش علاقة شخصية بالمسيح، مش مختبر حضور ربنا في حياته، وفي المسيحي اللي عايش المسيح وبيكرز للآخرين بهذا المسيح. على فكرة الكرازة هنشوفها ايه معناها او ايه انواع، مش الكرازة هو اللي يقف على المنبر ويتكلم عن المسيح، لكن الكرازة في النوع الاولاني ده سلوك وقدوة وحياة، لكي يروا الناس اعمالكم الصالحة فيمجدوا اباكم الذي في السماوات. انسان المسيح الحقيقي يكرز بسلوكه بحياته، مش بانه بيمثل على الاخرين او بيعمل كده علشان الناس تتعلم منه، لا، لان هي دي حياته. النوع الثاني من الكرازة هي الكرازة بالكلمة. يحدث باسم الرب، زي ما كنا بنصلي في مزمور الغروب، يحدث باسم الرب وخبر باسم الرب. اتكلم عن ربنا واشهد لربنا عن حلاوته وعن حقيقته وعن نعمته وعن عمله. فالكرازة اما بالسلوك وبالحياة واما بالكلمة، والاثنين مرتبطين بعضهم ببعض. السلوك والقدوة، بولس الرسول في غلاطية 1 يقول لنا آية رائعة جدا، يقول كده: لكن لما سر الله الذي أفرزني من بطن أمي، أفرزني يعني إيه؟ خصصني من وأنا لسه جنين في بطن أمي، ده كان حاسس إن هو ده اختباره، بنعمته أن يعلن ابنه فيا لأبشر به. نفس الإصحاح يقول كده: فكان يمجدون الله فيا. إيه رأيكم لو أنا شلت حرف الف ده وحطيت به؟ يعني هقرا الآية كده: لكن لما سر الله الذي أفرزني من بطن أمي وجعلت نعمته أن يعلن ابنه بيا بدل فيا. الفرق بينهم إيه؟ حرف واحد. تاني قلت فكان يمجدون الله بيا بدل فيا، حرف واحد اشيله. هل المعنى يفرق؟ يفرق كتير جدا. فيا تفرق عن بيا. فيا ان الناس تشوف المسيح فيا، تشوف المسيح الملكي فيا، لأن المسيح عايش جوايا، لكن بيا ما الشياطين كانت تصف وتقول أنت هو المسيح ابن الله الحي. الشياطين كانت بتعمل إيه؟ بتوعظ، بتقول للناس هو ده المسيح ابن الله الحي. المسيح كان يعلن بالشياطين لكنه لا يعلن فيه الشياطين. ما اسهل ان المسيح يعلن بيا، لكن ما اصعب ان المسيح يعلن فيا، لاني عايش المسيح.
عشان كده موضوع السلوك والقدوة ما تفتكروش ان دي حاجة بسيطة، لا دي حاجة مهمة جدا وغالية جدا وثمينة، ان المسيح يبقى عايش فيا والناس تشوف المسيح فيا. بولس ما كانش بيعتمد ان المسيح يعلن به، لكن كان يعتمد ان المسيح يعلن فيه، ان المسيح يتمجد فيه وليس بي. الخادم اللي يتكلم عن المسيح لكن المسيح مش فيه يشبهه تشبيه وحش قوي. عارفين ماسوره الميه؟ ماسوره الميه دي بتنقل الميه من التانك للناس فين؟ في الحنفيه. الميه بتتنقل بيها، لكن الماسوره دي ايه نصيبها؟ ايه اللي بتستفيده؟ ولا حاجه، ويا ريت ولا حاجه، ده بعد شويه تصدي فتتخرم فيرموها ويجيبوا ماسوره ايه؟ ثانيه. فاللي بيعلن المسيح من غير ما يكون عايش المسيح يبقى عامل زي الماسوره دي، بعد ما تقدم وتتخرم يرموها ويجيبوا حد ثاني مكانها. عشان كده حياة القدوة في حد ذاتها هي قراءة حية للمسيح، قراءة حية لشخص السيد المسيح. في إنجيل معلمنا يوحنا صح 17 في الصلاة الشفاعية الأخيرة اللي المسيح صلاها من أجلنا قبل ما يدخل على بستان جسيماني، بصوا كده للصلاة، يقول: لست أسأل أن تأخذه من العالم بل أن تحفظه من الشرير، ليس من العالم كما أني أنا لست من العالم، قدسهم في حق كلامك هو حق، كما أرسلتني إلى العالم أرسلتهم أنا إلى العالم، ولأجلهم أقدس أنا ذاتي ليكونوا هم أيضا مقدسين في الحق. طب لما انت يا رب عارف ان العالم هدى في الشرير وان هم ليسوا من العالم، ده مش بس التلاميذ، ده مقصود بيه كمان مين؟ احنا كل الكنيسه يعني. انت سيبها ليه يا رب في العالم؟ ما تاخدها. المسيح ليه بيطلب من اجل بقاء الكنيسه في العالم؟ لست اسالك ان تاخذهم من العالم، ليه سيبهم في العالم؟ إذا كان العالم هدى في الشرير وأنت عارف كده كويس، سيبهم في العالم يعملوا إيه؟ أنت مش من العالم وهم مش من العالم، طب ما تاخدهم من العالم والموضوع ينتهي. ليه المسيح سيبنا في العالم؟ أو عشان يومين نتبسط وفي المقابل 200 يوم نتقرف، نتعب ونتغرب ونشيل ونحط ونغلط ونهبد ونروح ونيجي؟ سيدنا ليه يا رب في العالم لما انت عارف ان العالم ده يمضي وشهوته؟ سيدنا في العالم ليه؟ لان ليهم دور، ليهم دور في العالم. انا صعدت الى السماء لكن انا عايز عين ليا في الارض تشوف احتياجات الاخرين. مين العين دي؟ المسيح سيبنا عين في الارض تبص تشوف احتياجات الاخرين، تتفقد الاخرين. المسيح عايز رجلين ليه على الارض تروح لحد اللي محدش بيسال عنهم، رجلين تسلك صح على الارض. طب بين الرجلين دي المسيح عايز عقل ليه على الارض يفكر ويهتم وينشغل بالاخرين. مين هو العقل اللي سايبه على الارض؟ المسيح عايز ايدين تدي وتعمل على الارض. مين الايدين بتوع المسيح اللي على الارض؟ المسيح عايز قلب يحب. احنا
القلب بتوع المسيح اللي على الأرض اللي بيحب. المسيح عايز لسان ليه يتكلم عنه. المسيح سابنا عشان كده. عشان كده المسيح سيبنا هنا على الأرض عشان أكون إيد ليه، رجل ليه، قلب ليه، عقل ليه، لسان ليه. إحنا لينا دور على الأرض. مش ربنا حط كل واحد فينا كده اعتباطا ياكل ويشرب ويتكاثر ويمتلك او لا يمتلك والموضوع انتهى، ناكل ونشرب لاننا غدا نموت. ربنا لما جابكم هنا، ربنا لما حطني في مصر، ربنا لما طلعني في وظيفه معينه، ربنا لما اداني امكانيات وقدرات معينه، حتى لما حط فيا مرض معين او عجز معين، لا ده ليه وظيفه، لهدف معين. عشان ربنا سيبنا هنا احنا جسد اللي موجود على الارض، احنا ايديه ورجليه وعقله وقلبه ولسانه اللي يوصلوا للاخرين. عشان كده المسيح بيقول لست اسالك ان تاخذهم من العالم، لا، ده ليهم دور في العالم، بس احفظهم من ايه؟ من الشر. ما تفتكروش ان ده بس فكر العهد الجديد، حتى العهد القديم. في سفر اشعياء اصحاح 43، ربنا لما اختار شعب اسرائيل مش اختاره كده لانه شعب مميز واحسن من غيره، لا، ده ربنا، بص ربنا يقول لهم ايه؟ انتم شهودي يقول الرب، انا اخترتكم عشان تبقوا شهود ليا، تشهدوا عن وجودي، تشهدوا عن عملي، تشهدوا عن صلاحي. الكلمة دي مش بس في العهد القديم ليهم، لكن لينا. ربنا بيقول كده، أنتم شهود يقول الرب وعبدي الذي اخترته لكي تعرفوا وتؤمنوا بي وتفهموا إني أنا هو قبلي لم يصور إله وبعدي لا يوجد. كلهم في أشعياء 44، لا ترتعب ولا تنتعب، أما أعلنتك منذ القديم وأخبرتك فأنتم شهودي. أنا مش قلت لك روح اشهد اللي أنا قلته لك، زي ما قال لمريم المجدلية، فخرجت روح رأت الرب وأنه قال لها هذا، هل يوجد إله غيري ولا سطر لا أعلم بها؟ ده الاختبار اللي بنتقله، إن مفيش غير الله، نشهد إن مفيش غيرك يا رب. حتى لما قلنا في العهد الجديد لكنكم ستنون قوة متى حل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهودا في اورشليم وفي كل اليهودية والسامرة والى اقصى الارض. فلازم نعرف ان ربنا حطنا هنا علشان نكون شهود لي، نشهد عن وجوده، عن صلاحه، عن حبه، عن قدرته، نشهد. عشان كده لما بنتكلم عن الشهداء، كلمة شهيد واحد شاف حاجة وبيشهد فيه، بيشهد عن اللي شافه أنها رأت الرب وأنه قال لها هذا. طيب إذا كان ده الكرازة بالسلوك وبالقدوة، ونحتاج أن نتكلم ونكون شهود لله بالكلمة بتاعته، يبقى شفنا ربنا، اختبرناه، وبنقول للناس عليه. طب هنقول لمين؟ مين اللي محتاج للكرازة؟ هل هم الوثنيين؟ ولا هم اللي بيؤمنوا بأديان تانية غير المسيحية؟ ولا مين بالظبط؟ الآية بتاعت المسيح، اذهبوا إلى العالم أجمع، أجمع يعني كله.
في ناس كتيرة محتاجة لهذه الكرازة. مش كده في رؤية 8 يتكلم بولس الرسول عن ضرورة الكرازة، يقول كده رؤية 10 آسف: فكيف يدعون بمن لم يؤمنوا به؟ وكيف يؤمنون بمن لم يسمعوا به؟ وكيف يسمعون بلا كارث؟ وكيف يكرزون إن لم يرسلوا؟ كما هو مكتوب: ما أجمل أقدام المبشرين بالسلام، المبشرين بالخيرات. عشان كده ما أروع أروع عمل يعمله الإنسان وأروع وجود للإنسان أن تكون أقدامه هي أقدام الإيه؟ المبشر في الخيرات. طب عشان يبشر في الخيرات محتاجين كارز، كارز عشان الناس تسمع والناس تؤمن والناس تفهم، وهي دي مسؤوليتنا، مسؤولية الشهادة بتاعتنا. طب نشهد لمين؟ أولا لغير المؤمنين، لأنه ما يعرفش حاجة، لا يعلم عن الله شيء، لا يعلم عن المسيح شيء، فهو محتاج إنه يعلم. في نوع تاني محتاج للكرازة، المؤمن المبتدئ، واحد لسه حديث في الإيمان، مش عارف يعمل إيه، مش عارف يتصرف إزاي، مش عارف ينمو إزاي، ده محتاج لكرازة، إن أنا أرشده وأعلمه وأنميه في النعمة وفي معرفة ربنا، ده محتاج لكرازة. ابني الصغير محتاج للكرازة، ما يعرفش عنه، ما عندوش خبرة عن ربنا، هو صحيح اتعمد لكن محتاج انه يستلم الإيمان، فمؤمن مبتدئ. النوع الثالث اللي محتاج الكرازة مؤمن وكبير وقديم لكن يحتاج إلى عون، إلى مساعدة. دورنا برضك الكرازة، عشان كده الكرازة تشمل ثلاث انواع دول: اللي ما يعرفوش حاجه خالص، الغير مؤمنين، والمؤمنين اللي ابتدوا، والمؤمنين القدام برضك محتاجين لكرازه. عشان كده كلمه وعظ سموها انكرجمنت. انكرجمنت يعني ايه؟ تشجيع. ساعات الانسان محتاج حد ايه؟ يشجعه. ففي مؤمن عايز يتنبه من الغفله بتاعته، مش اخد باله، قدامه خطر، وهو ده محتاج لكرازة، حد يصحيه يفوقه. في اللي محتاج ايد تسنده عشان يقوم من السقطة بتاعته، هو مؤمن لكن وقع، محتاج حد يسنده، هو فايق بس مش قادر يقوم. يعني في اللي غفلان مش دريان، وفي اللي دريان انه واقع بس محتاج حد ايه؟ يسنده، هو ده محتاج كرازة. وفي اللي واقف على رجليه لكن محتاج تشجيع علشان يكمل السكة، ما يملش، ما يتعبش. في اللي محتاج انه يتثبت حتى النهاية، عشان كده يقول في الملاك احد الكنائس في سفر رؤيا، ملاك كنيسة فيلادلفيا: تمسك بما عندك لئلا ياخذ احد ايه؟ اكليلك. كل دول محتاجين لكرازه. عشان في واقع الامر كل واحد فينا محتاج للكرازه. الكرازه اللي هي يعني ايه؟ الخبر المفرح. الخبر المفرح ان ربنا مش عايز يدلنا، ربنا عايز يخلصنا. إذا كنت واقع محتاج اللي يقومني ويشجعني إن أنا أكمل. إذا كنت تهت وغفلت محتاج اللي ينبهني. إذا كنت ماشي صح محتاج اللي يشجعني إن أنا أكمل وأنمو. ومحتاج لآخر لحظة في حياتي إن أنا أفضل ثابت للنهاية. كل ده عمل الكرازة، نساعد بعض، نشجع بعض. عشان كده
ربنا لما حطنا في العالم حطنا كايه؟ نور ينور، لان الضلمه، تخيلوا كده منظر الضلمه، ضلمه تعني خوف، والنور ده اتقطع دلوقتي الناس يحصل لها ايه؟ خاف. الضلمه معناها عجز، محدش يقدر يقوم من مكانه يخاف يخبط في حاجه، فيفضل مكانه ما بيتحركش. خوف وعجز. الضلمه معناها كآبه، عشان كده تبصوا تلاقوا لما النور كان بيتقطع في مصر كتير قوي، لقيت النور الاطفال تعمل ايه؟ ايه؟ ليه ايه؟ الفرح. لان الضلمه فيها ايه؟ كآبه، فاحنا المفروض بننور في الناس. الناس اللي عندها كآبه، والناس اللي عندها خوف، والناس اللي عندها عجز، والناس التايهه، نور يرشد وملح. ملح ده بيدي طعم، بيحفظ من الفساد. خميرة ليها تأثير، ينتشر بسرعة ويتغلغل في كيان العديم. عد لما برفان كده لإزازة الكسر بتبص لها القطر يفوح، عشان كده شبهنا بان احنا رائحة المسيح الزكية. احنا رائحة المسيح الزكية اللي تسبب انتعاشة للآخرين. طب نمشي نقول ايه للناس، او نكرز بايه، وازاي نشجع الناس؟ ده اللي نكمله بكرة ان شاء الله. لكن في حد يحب يسأل حاجة او يعلق على حاجة؟ اتفضل. اوكي. مريم المجدلية لما ظهرت، لما رفضت الامر ما عرفتش المسيح، وبعدين قال لها لا تلبسيني. ليه قال لها كده؟ كلمة لا تلبسيني عامل مشكلة كبيرة قوي عندها. مين؟ ناس كتير بتسأل عليها. ما عرفتوش ودورت عليه بين الاموات. هو انتم بالنسبه لكم المفروض الكلمه دي ما تتركوش، انتم لما ترجعوا للترجمه الانجليش كلمه لا تلمسيني مش دونت تاتش مي، لكن دونت هولد مي. هولد يعني تعبط فيه، تمسك فيه. الناس اللي بتقول لي اصعب الى ان هو عايز يقول لها ما تعطلنيش، ده مش وقت المشاعر، انا ورايا شغل، ورايا اسره بالطبيعه الجديده الى الاب، وانت وراكي شغل انك تروحي تقولي لاخواتي يروحوا للجليل، مش وقت مشاعر وعواطف، فما تعقنيش، ما تاخرنيش. لكن ما هواش يعني بعض الناس بتاخدها بتفاسير روحيه، لاني لم اصعد في نظرك الى الاب السماوي لسه بتقولوا لي ربوني. كل دي اراء اتقالت، لكن علشان نقدر نفهم حتى باليوناني الكلمة أبيتو، أبيتو يعني ما تعبطيش فيا، مش وقت مشاعر. لأن في الجيل معلمنا متى بيقول إنها تقدمت، هي والمريم الأخرى تقدمت وأمسكت برجليه أو سجدته. وإذا كان هو بيعاقبها على ضعف إيمانها، طب ما ثم أصلا ما كانش عنده إيمان وقال له هات إصبعك وضع يدك. ولا عشان she didn't recognize him، بتدور عليه بين الاموات وهو المفروض حي. كل دي تاملات، بس المعنى المباشر المسيح بيقوله ما تعطلنيش. Don't hold me. كان في سؤال تاني؟ اتفضل. طب معلش حد يوصل لك بس. او تتعبي تعالي. في لازم نفهم ان لما بياخد مثل في حاجه، صحيح الخمير رمز للشر، لكن هنا احنا مش خمير علشان ننشر الشر، لكن مثال الخمير هنا سرعه الانتشار.
يعني هقول لكم حاجة عشان نقدر نقرب المعنى. لما يجي ياخد مثل ما طبقش المثل حرفي عليه. المسيح بيقول إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأطفال لن تدخلوا ملكوت السماوات. طب يعني أرجع أبقى طفل يعني إيه؟ مقصود بيها البساطة والتسهيل بتاع الأطفال، لكن مش مقصود بيها إن أنا أعملها على روحي عشان أخش ملكوت السماوات. فاهماني إزاي؟ إحنا بناخد وجهة نظر معينة من المثل. لما يقول مثلا فلان ده بيشبهه الوفاء بتاعه زي الكلب، لكن هل هو كلب؟ الكلب ليه صفات تانية وحشة زي ما ليه صفات كويسة. اوكي؟ فاحنا لما بنقول احنا خميرة مش عشان صحيح الخمير معروف ان هو رمز للشر، لكن مقصود بيه انتشار سرعة انتشار ملكوت السماوات. حتى المسيح قال يشبه ملكوت السماوات امرأة كبأت خميرة ثلاث أكيال من الضبط. اتفضل. ده من زمان، ده هم طلعوا الكلام ده دلوقتي، لكن بصرف النظر عن الكلام ده طبعا ده احنا ايماننا وقدسية المسيح تنفي ذاته. هم عشان عندهم موضوع الحب والجنس مرتبط تملي في اسنانهم، فقالوا ان مريم المجدلية كانت بتحب المسيح زي ما طلعوا بولس متجوز من فيل. يعني هم عندهم الموضوع ده عادي، فلازم يلبسوا اللي هم عايشينه على المسيح. اتفضل. احنا بنقول كرازة بس مش عايز اقول اجبارية، لكن هي متطلبات كل انسان مسيحي، لان احنا عايشين مع المسيح بحريتنا باختيارنا مش حاجة اجبارية. لكن عايز اقول المسيح الحقيقي لازم يكون كارث تلقائيا، اما بحياته واما بحياته ايه وكلامه. مواصفات الكارث هنجيلها. انا اتكلمت عن نقطة واحدة بس اللي هي الحب، الحب اللي هو بصفات الحب بتاع مريم المجدلية، لكن هنكمل بكرة صفات الكارث. اتفضل. بالنسبة لكلنا لازم ايه ازاي كلنا مجبرين ان احنا نبشر. بلاش كلمة مجبرين، طالبين. هو قال ان لم تعترف تباشر باسمي وتعترف بقيامتي لن تدخلوا ملكوت السماوات. يعني صيام الصوم والصلاه بتاعنا ده وحتى من الزمش مش كامل الا مباشر باسمه ونعترف. الصوم والصلاه والخدمه تفتح قلبي بالبشاره تجاه الاخر، بس مش كامله الا لما اعلن اسم المسيح وقيامته. يعني لازم تكمل اعلان بالحياه بالحب بالبذل بالعطاء. في مشكلة اللي هي الأساسية اللي احنا بنقابلنا في الفراسة. حضرتك سألت أربع أنواع اللي هو غير مؤمن وال مؤمن مبتدئ مؤمن مبتدئ ومؤمن يحتاج إلى عمل ثلاثة. يس ثلاثة. في نوع بقى رابع اللي هو فعلا عايزنا نستعين فيه اللي هو المؤمن. المؤمن يعني عايش في الكنيسة ومعتقد وكل حاجة كويسة، يعني المؤمن جدا جدا وبيمارس كل المطلوب منه كمسيحي من قلبه وفي لحظه من حياته مش اللي بتبقى في التين ايج او في اي سن او يأس. ده اللي بيبقى حصل له غفله. لا لا مش غفله، هو رفض، عمل رفض. يرتد يعني. رفض خلاص. في دول ما فيش كلام ده. هو ده في دول ده ده نعتبره سقوط. اللي هو اللي ألحد الحد خطية. طب ازاي يحتاج الى توبة مش هتعمده من اول يوم. ايوه ما انا بدي اجي اديله انجيل يقول لي انا عملت كل حاجه كل حاجه كنت شمال بس كل ده ده بقى محتاج حاجه اسمها خلاص مفيش الحب. لا انا واحده بقى اقرص، يعني انا واقفه على ترابيزه الدراسه حاجه
بكرز مش بالكلام. ان المسيح قام وربنا موجود. ممكن اثبتها. اثبتت كتير جدا. في كتب. النقطة دي يعني لو هو عايز يتكلم عقليا ممكن اكلمه عقليا. ما قصدي ان حضرتك بكرة في الثلاث اصناف اللي بعده. شوف ايه اللي ازاي نتكلم. بس يعني احنا دلوقتي في وقفة خمس دقايق قبل ما يمشي. ايه النوع البيت عايز تديله بذرة؟ اللي قالك انا قريته مش مقتنع بقى ولا ما اعرفش. لا مش قريت ده هو نعرف انسان كان طول عمره شمات يعني بص شمات مش هو قريته ولا وقري كل حاجة. ده غالبا بيبقى في حياته في سقطة ومش عايز يحس بتأنيب الضمير فأسهل حاجة عليه إنه يشطب ربنا بالنجوم. هم كلهم كده سبب الحاجة بتاعت الإيمان والنعمة. ده محتاج للصلاة محتاج لصلاة ومحتاج لحب ومحتاج والدته ووالده اللي معاه في القصة إحنا كأصدقاء وبيقوم عملية دراسة في غريب واحد معدي عليا يقول لي روح تاني عايزة بكرة إن شاء الله. هفضل كل شوية أبعت له رسالة حب من المسيح ليه. وهصلي علشانه لحد ما هيجي لمسه هيتغير. بس انا عايزه المواجهه الكوميونيكيشن بتاعه مش بالعقل مش باللسان مش هسيبه. هفضل اقدم له رسائل محبه من المسيح واصلي بيه لحد ما هيجي لحظه الله هيتعامل معاه ويغيره. في اورشليم وفي كل اليهوديه والسامره والى اقصى الارض. اللي بنفهمه هنا ان شهوده في اورشليم بعد ما نخلص اورشليم نبقى نفكر في اللي بعد كده. ولا في نفس الوقت اللي انا بهتم باورشليم اهتم باقصى الارض والسامره. اذا قدرت تهتم بيهم وربنا مديك قدره انك تبشر في اورشليم وفي السامره وفي اقصى الارض في نفس الوقت تبقى بركه عظيمه. لكن هما بيقولوها على اساس ان الانسان ما يقدرش يكون متواجد غير في مكان واحد. ولا كان عايز يخش الشعب الاسرائيلي او ثم ما هياش فارقه بس المهم ان احنا حتى نبتدي بواحد. لان حياتي كلها هتفضل سلسله من انقراضه. ده كل واحد هقابله سواء كان قريب مني بعيد عني حتى عدوي لازم اكرزه. مش هقول له انا دلوقتي مش فاضي لك انا دلوقتي مركز على قرايبي دلوقتي بكره هركز على اعدائي. لا مكان ما اتحط الكرازه شغاله فيه. مش عشان يكرز الاول بنت اسرائيل ان هم خلاص جايين الى خاصتي الرجاع وخاصتي بنت لا ده الترتيب اللي حصل في سفر اعمال الرسل ان هم ابتدوا الاول في اورشليم وبعدين لما حصل الاضطهاد بسبب استفانوس راحوا السامره وبعدين من السامره ابتدوا ينتشروا في كل الارض. ده الترتيب اللي حصل في الكنيسه. لكن انا افرض مش في اورشليم انا في اقاصي الارض انا في الصين دلوقتي. ما انا هشتغل بعيد عن قرايبي هكرس. ربنا المجد دائما.